من المتوقع أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن الأسير الفلسطيني سامر العيساوي صاحب أطول إضراب عن الطعام في العالم. العيساوي اعتقل بعد الإفراج عنه عام 2011 في صفقة تبادل الأسرى عقب اعتقال دام 10 سنوات، وبعد أشهر عدة من الإفراج عنه أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجددا، حيث خاض سامر العيساوي بعدها إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله تعسفيا لمدة 9 أشهر.